لاعب هو منصة كروية هدفها اكتشاف مواهب كرة القدم، ونقدم عدة خدمات داخل التطبيق مثل خدمة حجز الملاعب الخماسية أونلاين. الفكرة اجتني طبعاً أنا أحد اللاعبين اللي عانيت من هاي المشكلة، أنه ماكو مكان أو فرصة أقدر من خلاله أنه أثبت موهبتي. اللاعبين راح يقدمون هاي الاختبارات عن طريق التطبيق، واكو مدرب راح يفلتر النتائج ويطلع افضل اللاعبين حسب الفيديو، وبعدها راح يجي استدعاء للاعبين اللي تم اختيارهم حسب الفيديوهات، يصير اختبار ميداني داخل الملعب. اخذنا خلال البرنامج هوايه تمرينات، كانت منها تدريبات عمليه ومنها تدريبات ومحاضرات نظريه. صراحه استفادينا بشكل عام من كل المحاضرات، قسم منها كان له فائده مباشره ويا مشروعنا، والقسم الاخر هو فادنا بشكل عام على المستوى الشخصي وحتى على مستوى المشروع. اسمي علي، طالب بالجامعة التكنولوجية هندسة الطائرات. بلشت مشروع اللي هو اسمه لوجيك ستادي بالمرحلة الأولى، كنت أشرح لمجموعة من الطلاب، فلاحظت أنه أكو إقبال على المادة وجاي يفتهمون على الشرح مالتي. طريقة عمل المشروع، بما أنهم الفئة المستهدفة هم طلاب الجامعات، فإحنا بالدرجة الأساس راح نوفر كورسات لهاي الطلاب حتى تسهل عليهم المواد الدراسية اللي ياخذوها بالجامعة. طالب جامعي راح يستفاد من هذا التطبيق عن طريق أنه راح يقدر تسهل عليه الأمور الدراسية، يقدر يحصل على درجات أعلى، زائد ان هو اكو مجموعه من الطلاب ما يقدروا ان يوصلون للخصوصي بشكل سهل، فاحنا وفرنا لهم هذا الخصوصي عن طريق تطبيق الكتروني، راح يقدر انه يوصل للمواد الدراسيه مالته وباسعار مناسبه للطالب. لكجري ميديستور، وهو أول براند عراقي بالأزياء الطبية، مختص بتوفير تصاميم من الألبسة الطبية اللي هي تكون مستوحاة من الذوق العراقي. المنتج اللي نقدمه للزبون يعني يوفر له تصاميم أنه ما متوفرة بمكان ثاني، لأنه الشكل الكلاسيك مال السكراب تعودوا عليه تقريباً صار يعني مستهلك هواية أو ممل أو غير مفيد، يعني هاي بالدرجة الرئيسية، لأنه ما يدورون فقط مظهر أو ستايل، وإنما الفائدة بالدرجة الرئيسية اللي يحتاجون جيوب في مكانات محددة أو طول للتوب يعني معين، خاصة المحجبات. فإحنا نحاول نحل كل هاي المشاكل، حليناها بسكراباتنا. فرنج كورنر اللي استفادت من عنده أنه كان السيشينات يعني أو المنترز اللي يجونا هم أصحاب مشاريع حقيقية وبداخل العراق، يعني أقرب شيء ممكن نحصله يعني المشاريعنا، لأنهم من ضمن نفس المجتمع، نفس الطبيعة ونفس الكاستمرز اللي إحنا حنتعامل وياهم.